بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم ودرس جديد من دروس الرخصة الإيطالية من الألف إلى الياء. النهاردة معانا سلسلة خطوة بخطوة، الجزء الثامن، الباب الثامن، اللافتات الإضافية، بانيلي انتجراتيفي. معانا النهاردة الإشارة الأولى، سينيالي الرقم واحد، الإشارة الأولى معانا النهاردة اللي هي ديستانسا، المسافة. نشوف مع بعض كده إشارتنا النهاردة وكمان الإشارة الأخرى الموازية أو المشابهة لها، ديستانسا، بانيلي انتجراتيفي، ديستانسا. في عند هو شكلين اتنين مختلفين لعلامة المسافات. نشوف اللافتة اللي على اليمين ديستانسا، البانيلي A 320 متر والبانيلي B 3.8 كيلومتر، المسافة التي تفصلنا عما حددته الإشارة. اللافتة الثانية أو البانيلي الثاني اللي هي نفس العلامة بس موجودة بين سهمين اتنين فيرسو ألتو، السهمين الاتنين اللي وشهم إلى الأعلى، البانيلي A 380 متر والبانيلي B 2.8 كيلومتر، المسافة اللي بتطبق فيها الإشارة. نشوف مع بعض كده واحدة واحدة كده إشارة ديت بتقول إيه، وكمان نقدر نحل الأسئلة اللي ممكن تجينا عليها. أدي ديستانسا، المسافة. لاحظ معايا، أول حاجة لابد نعرفها إن العلامة أو اللافتة الإضافية البانيلي انتجراتيفي ممكن يجي في السؤال لوحده بدون إشارة وممكن يجي تحت إشارة، يعني السؤال مقسم لجزئين، البانيلي انتجراتيفي يجي سؤال عليه مباشر لوحده أو يجي البانيلي انتجراتيفي موجود تحت سينيالي أو تحت إشارة أخرى. هنشوف الكلام ده مع بعضنا. يبقى 320 متر A والبانيلي B 3.8 كيلومتر، يعني ايه الكلام ده؟ طبعا هنا بنقول ان البانيلي بوستو سوتو السينيالي بير كومبيلاري سينيفيكاتا، يبقى هنا الإشارة أو اللافتة أو العلامة الإضافية بتوضع تحت سينيالي آخر علشان تكمل أو تضيف المعنى بتاعها، عايزة تضيف معنى جديد أو تكمل الإشارة، فبيتم وضع البانيلي انتجراتيفي. طيب هنا البانيلي انتجراتيفي ممكن يكون بوستو سوتو اون سينيالي دي بريكلو، ممكن نلاحظ ان العلامة 320 متر ديت تتحط تحت بانيلي اللي هو تحت اشارة الخطر سينيالي دي بريكلو، اهي ممكن العلامة 320 متر او حتى البي الآ او البي، مفيش مشكلة بين الاتنين، جات لي الآ يبقى 320 متر، جات لي البي يبقى 3.8 كيلو متر، ممكن تيجي سوتو السينيالي دي بريكلو، وكمان ممكن تيجي سوتو السينيالي انديكاسيون، العلامات او الاشارات الارشادية ايضا ممكن تيجي لك تحت سينيالي دي اوبليجو، اشارات الادبار، ممكن تيجي ايضا سوتو السينيالي دي ديفيتو تحت اشارة المنع، زي ما احنا شايفين اهوت بالظبط النموذج اهوت بتاع سينيالي دي بريكلو، اشارة الخطر هي وتحت منها بالظبط اللافتة الإضافية. طيب عايزة تقول إيه؟ ديتشي كوانتي ديستانسا مانكا بيركويلو كي إنديكا السينيالي، عايز تقول أو عايزة تقول اللافتة دهيت إن قدام منك 320 متر علشان توصل لكيرفو بيركولوزو ديسترا، يبقى هنا المسافة المتبقية للوصول إلى الكيرفو أو المنحنى اللي على اليمين بعد 320 متر هتقابل منحنى على اليمين، تمام كده؟ ايضا لو جت لي 3.8 كيلو متر ممكن يقول لك برضو ان المسافة المتبقية للوصول الى منحنى خطر على اليمين بعد 300 او بعد 3.8 كيلو متر، يبقى عندك لا ديستانسا ترا سينيالي ايه البونتو دي انيسيو دي سينيالي، يبقى المسافة بين الاشارة وبين النقطة اللي بتبدأ عندها الاشارة. يبقى بيرون زيمبيو هنا بنقول ان 320 متر بيتواجد سينيالي انديكاسيوني اهي سكولا بوس 320 متر، ممكن ايضا 300 او 3.8 كيلو متر بيتواجد بعد ما تمشي المسافه دهيت هيبقى عندك اوبليجو اسفولتاري اديسترا، يبقى اجباريه الانعطاف ناحيه اليمين، يبقى كيرفو اديسترا بعد 320 متر او بعد 3.8 كيلو متر
او سكولا بوس بعد 320 متر او بعد 3.8 كيلومتر، او يكون ديريسيون اوبليجاتوريو ديسترا برضو بعد المسافه المحدده في اللافته، او يقول لي سينسا فيتاتو ممنوع الدخول ايضا بعد مسافه 320 متر، هيقابل لك سينيال دي فيتو سينسا فيتاتو. ايضا استرادا دي فرماتا اللي هو الطريق غير ممهد هيقابلك بعد 320 متر او بعد اللافته بي اللي هي 3.8 كيلو متر. ايضا اللافته الاخرى لو جيت لي تحت العلامه ديت دوبيو كيرفو لا بريما ديسترا هتتواجد بعد 3.8 كيلو متر، وهكذا. يبقى الاشاره او اللافته ممكن تيجي لوحدها وممكن تيجي مع بانيلي او مع سينيالي اخر تحت سينيالي اخر. نشوف بقى مع بعضنا كده الإشارة الثانية اللي هي موازية أو مشابهة لها اللي هي استيزا، أو بنسميها أيضا ديستانسا الطول، يعني المسافة اللي هي فيها الجزء بتاع الإشارة. على سبيل المثال بنقولها هي الـ A والـ B بين السهمين فيرسو ألتو 380 متر، او دوا فيرجولا اوتو كيلومتر برضو بين السهمين. الاثنين دومت عايزين يقولوا ايه؟ ديتشي بير كوانت سباسيو فالي كويلو كي انديكا السينيالي، بتعلم عن المسافة التي تطبق فيها الإشارة. يعني ايه؟ يعني عن طول الجزء من الطريق الذي تطبق فيه الإشارة ده. هي على طول بتبدأ من نقطة تواجد اللافتة مباشرة، من أول ما نشوف العلامة ده هي على طول، يبقى 380 متر أو دوا فيرجولا أوتو كيلو متر. هنشوف على سبيل المثال بير أون زيمبيو بير تري تشينتو أوتانتا متر أو دوا فيرجولا أوتو كيلو متر فولوشيتا كونسيلياتو. هنشوف السرعة المنصوح بها، المسافة اللي احنا بننصحك بتمشي بها ب 60 380 متر. المنطقة اللي أنا بنصح فيها بالسير بسرعة 60 كيلو متر في الساعة هي 380 متر، طول المنطقة المحددة في الإشارة، طول الجزء المحدد بالنصح بالسير بالسرعة المحددة 380 متر، أو لو جالي الثانية يبقى دوا فيرجولا أوتو كيلو متر. ايضا ممكن يجي تحت ديفيتو دي سورباسو ممنوع التجاوز، بنقول المنطقه اللي فيها منع التجاوز 380 متر، او حتى دوا فيرجولا اوتو كيلو متر جزء الطريق اللي هو فيه ممنوع التجاوز. ممكن تيجي تحت ايضا سينيال دي بريكلو دوبيو كيرفو لا بريما ديسترا، منحنى مزدوج الاول على اليمين، بنقول برضو ان ده اشاره بتقول ان الجزء اللي فيه الدوبيو كيرف ده هو طوله 2.8 كيلو متر او حتى 380 متر. ده الاشاره الثانيه. يبقى ممكن تتواجد تحت سينيالي دي انديكاسيوني، او تحت سينيالي دي ديفيتو اشاره منع، او حتى تحت سينيالي دي بريكولو اشاره خطر. ندخل بقى ونشوف مع بعضنا اسئلتنا النهارده ونطبق الكلام ده عملي، وناخد بالنا من الفرق بين الاشاره او اللافته اللي هي بين السهمين اتنين واللافته اللي هي من غير السهمين الاتنين. اول سؤال معنا بيقول البانيل انتجراتيف بوست سوت اون سينيالي دي بريكولو انديكا لا ديستانسا ترا سينيالي دي البونت دي انيسيو دي بريكولو، تعلم اللافته الاضافيه الممثله والمتواجده تحت اشاره خطر عن المسافه بين الاشاره ونقطه بدايه الخطر. المسافه بين الاشاره ونقطه بدايه الخطر هتتواجد على 320 متر او على مسافه 3.8 كيلو متر، اقول له فيرو. الإشارة السينيال الثاني البانيل انتجراتيفي بو اسري بوست سوتون سينيالي بير كومبليتاري سينيفيكاتو، يبقى برضو ممكن الإشارة أو اللافتة الإضافية تتواجد تحت إشارة لتكمل المعنى بتاعها، أقول له برضو فيرو. البانيل انتجراتيفي بوست سوت اون سينيالي دي انديكاسيوني سيرفنو البرتشيزاري لا ديستانسا كي مانكا بير جونجري البونت انديكاتون السينيالي، تحدد اللافته الاضافيه الممثله والمتواجده تحت اشاره ارشاد المسافه التي تفصلنا عن النقطه الممثله في العلامه، برضه المسافه ديستانسا اقول له فيرو. نشوف سؤال اخر البانيل انتجراتيف ريفيجراتو بوست سوت اون سينيالي دي اوبليجو او دي فيتو انديكا لا ديستانسا دي كويلا انيسيو دا بريسكريسيوني، بتحدد اللافته الاضافيه الممثله المتواجده تحت اشاره اجبار او اشاره منع المسافه التي يبدا عندها الاجبار، اقول له برضه فيرو.
سؤال كمان، البانيلا انتجراتيف انديكا لا بندنسا دي اون استرادا، تعلم اللافته الاضافيه الممثله عن مستوى انحدار الطريق. طبعا هنا بنقول له فالسو، مفيش هنا بندنسا ولا قياس منحدر في الطريق، فالسو. البانيلا انتجراتيف ريفيجراتو بوست سوتو ان سينيال دي بريكولو انديكا لا لونجيستا دي تراتد استرادا بريكولوزا، تعلم اللافته الاضافيه المتواجده تحت اشاره اجبار تحت إشارة خطر عفوا تحت إشارة خطر عن طول الجزء الخطير من الطريق. تعلم اللافتة الإضافية المتواجدة تحت إشارة خطر عن طول جزء الطريق اللي هو فيه الخطر، طبعا هنا هنقول فالسو لأن هنا مش المنطقة اللي فيها الخطر بتتواجد، طولها 3.8 أو طولها 320 متر، لا ده إحنا بنشوف المنطقة اللي فيها الخطر هنشوفها بعد 320 متر أو بعد 3.8 كيلومتر، مش هي دي طول المنطقة. عشان أقول لونجستا لازم أنها تبقى الإشارة اللي هي بين السهمين فيرسو ألتو، يبقى فالسو. البانيلا انتجراتيف ريفيجراتو إنديكا لارجستا دي أون استرادا، تعلم الإشارة أو اللافتة الإضافية الممثلة عن عرض لارجستا، عرض الطريق، طبعا هنا بنقول برضو فالسو، لا لارجستا ولا لونجستا. البانيلا انتجراتيف ماستراتو إنفيجورا انديكا اللي هو الا اللي هو 320 متر او حتى البي انديكا لا ديستانسا دي سيكوريتسا، ديستانسا دي سيكوريتسا مسافه الامان على طول بنقول فالسو، الكلام ده غير مطابق للاشاره. ديستانسا دي سيكوريتسا لمانتينير ديل فيكلو كيستا دافانتي، تعلم اللافته الاضافيه الممثله في الشكل او حتى في الشكل بي مسافه الامان التي يجب التزامها مع العربه التي امامنا، طبعا هنا هنقول له فالسو. البانيلو انتجراتيفو ماستراتو انفيجورا A اللي هو الرقم A الأولاني إنديكا المتر دي استرادا جا فاتا، تعلم اللافتة الإضافية أو العلامة الإضافية اللي هي A أو B، لو جات لك A أو B إجوالي إيه عدد الأمتار الطريق التي تم تجاوزها، عدد الأمتار التي تم قطعها، طبعا نقول فالسو، لا دي عدد الأمتار اللي بيتواجد عليها الخطر أو ما حددته الإشارة، يبقى هقول له فالسو. البانيلا انتجراتيف ريفيجراتو بوست سوتو ان سينيال دي بريكولو انديكا لا لونجيستا، لونجيستا ايه؟ لونجيستا ديل تراتا دي استرادا بريكولوزا، السهمين ده همت يعني لونجيستا، يعني اللافته الاضافيه الممثله متواجده تحت اشاره خطر بتعلم عن طول الجزء الخطير من الطريق، المنطقه اللي فيها الخطر بتتواجد على المسافه اللي فيها الخطر 380 متر في البانيلا A او دو فيرجولا 8 كيلو متر في البانيلا B، يبقى هقول له فيرو. البانيلا انتجراتيف ريفيجراتو بوست سوتو ان سينيال دي اوبليجو انديكا لا لونجيستا ديل تراتا دي استرادا نيل كويلا فالي لا بريسكريسيوني دي سينيالي، هنا بيقول برضو تعلم اللافته الاضافيه المتواجده تحت اشاره اجبار عن طول جزء الطريق الذي تهمه الاشاره، برضو نقول له فيرو، لونجيستا يبقى فيرو، السهمين دول يعني لونجيستا. البانيلا انتجراتيف ريفيجراتو بوستري بوست سوت ان سينيال دي فيتو، اقول له برضه هنا فيرو، يمكن ان تتواجد اللافته الاضافيه الممثله تحت اشاره منع او تحت اشاره ارشاد او تحت اشاره اجبار او تحت اشاره خطر، برضه نقول له فيرو. البانيلا انتجراتيف ريفيجراتو انفيجورا بي اللي هو اللافته الثانيه دي هو فيرجولا 8 كيلومتر بوست سوت ان سينيال دي بريكولو انديكا الكيلومتر لا لونجيستا ديل تراتو ديل استرادا بريكولوزا، هنا بيقول ان اللافته الاضافيه الممثله بتعلم في الشكل بي اللي هي الثانيه عن المتواجده ايضا لما تيجي تحت اشاره خطر عن طول الجزء الخطير من الطريق، طول الجزء الخطير من الطريق طوله 2.8 كيلومتر اقول له فيرو، طوله 83 او 380 متر برضه نقول له فيرو، يبقى بيتكلم على الطول، يبقى لازم تدور على الاشاره اللي بين السهمين فيرسو التو. السينيال فيجراتو انديكا لا لونجيستا دي اون تراتا دي استرادا كون كورفو بريكولوزو ان سوسيسيوني، يبقى هنا بيقول ان الاشاره الممثله بتعلم عن طول جزء الطريق اللي بيتكون من منعرجات متتابعه او خطيره كيرفو بريكولوزو، برضو بنقول فيرو، طول المنطقه اللي فيها دوبيو كيرفو 380 متر، اعرفها ازاي؟ السهمين اثنين فريتشا دي هو فريتشا فيرسو التو، يبقى هقول له فيرو. البانيلا انتجراتيف ريفيجراتو انفيجورا A انديكا التيستا دون فاداتو اللي هي كافاليتو كافالكافيا او بونتي، الاشاره الممثله بتفرض الاشاره الممثله في الشكل A عن ارتفاع جسر، بتعلم عن ارتفاع جسر، طبعا هنا بنقول له فالسو.
البانيل انتجراتيف ريفيجراتو انفيجورا ا اوبليجو اي برسيجوير دريتو بير 380 كيلومتر. طبعا هنا بنقول فالسو، تفرض اللافته الممثله او الاضافيه في الشكل ا مواصله السير في نفس الاتجاه لمسافه 380 متر فالسو. البانيل انتجراتيف ريفيجراتو انفيجورا ا انديكا لا ديستانس دي سيكوريسا دي مانتينيري ان كازو دي بيوجا. هنا بيقول ايضا ان اللافته الاضافيه الممثله في الشكل ا او حتى في الشكل ب مفيش مشكله عن مسافه الامان، عن مسافه الامان التي يجب التزامها عند تساقط الامطار فالسو. البانيل انتجراتيف السينيال فيجراتو انديكا لا ديستانسا ترا سينيال دي انيسيو دي الاستراضا ان كاتيفا ستاتا. هنا عايز يقول ايضا ان اللافته الاضافيه بتعلم عن المسافه بين الاشاره وبين طريق في حاله سيئه استرادا كاتيفا ستاتا. برضو طبعا هنا هقول له فالسو. ليه؟ لان هنا بيقول انديكا لا ديستانسا ترا السينيال عن المسافه بين الإشارة وبين المنطقة اللي هتبدأ فيها الخطر أو الطريق غير ممهد. طبعا هنقول له هنا فالسو، لأن هنا معناتها إن المنطقة اللي هي استرادا كاتيفا ستاتا طولها 380 متر اللي هي لونجست، يبقى فالسو. البانيل انتجراتيف ريفيجراتو انديكا لا ديستانسا ترا السينيالي البوند دي انيسيو ديل بيريكولو، تعلم اللافته الاضافيه الممثله عن المسافه اللي تفصل الاشاره عن نقطه بدايه الخطر. نفس الكلام بالظبط، بس هنا البوند دي انيسيو ديل بيريكولو، وهنا برضو الاستراده دي كاتيفا ستاتا، برضو نقول له هنا فالسو، لان هنا العلامتين ده هم بيقولوا لي الطول بتاع المنطقه اللي فيها الخطر او الاجبار او المنع او الارشاد. ده كان اخر سؤال معانا النهارده. شكرا لحضراتكم على حسن الاستماع وعلى حسن المتابعه، وحتى نلقاكم في درس جديد. لكم مني اطيب المنى، والسلام عليكم ورحمه الله.